ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، يسعدني أن أستقبل أيها الأحبة اتصالاتكم ومداخلاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا جميعا ما يرضيه عنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد، أهلا وسهلا. والله مش عارف أقول إيه بالضبط، بس كل اللي نقدر عليه إن هو الدعاء لأهل فلسطين، يا ريت إحنا نقدر نعمل أي حاجة. والله يا شيخ، نعم والله أنا أتمنى، أنا معايا 3 بنات، بس كنت فعلا أتمنى إن أنا يبقى معايا ولد وأربيه لتحرير القدس. بس أنا قد ما بقدر بربي عيالي على كده إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. والله يا شيخ محمد، أنا إحنا قلبنا كلنا بينزف. نعم. روحنا امبارح نفض بالبطانية، بقول أمال الأطفال دي، طب إحنا نعملوا لها إيه؟ نقدروا نعملوا إيه يا شيخ محمد؟ الدعاء ما بننساهمش ولا في لحظة، والله العظيم يا شيخ. جميل، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخ. عندي سؤالين. الله يكرمك يا شيخ. نعم. عندك سؤالين ورجاء أو كلمة تقولها لكل واحدة منقبة. يعني أنت واحدة، يعني أنا بنشتغل في واحدة منقبة، نبدأ نقاب الله أعلم بيها. نعم. ففرجت، فأنا بالقناة الرحلة أقول لهم يعني أنتم يعني ربنا أدعاكم أو أنتم بنيت نفسي تشوهوا صورة المنقبين. نعم. الله يسلمك يا شيخ. طيب حاضر. وعندي سؤال، هل من سوء الخاتمة إن الواحدة تموت وهي حائض؟ حاضر. إن الواحدة تموت وهي حائض؟ حاضر، سؤال جميل. حاضر يا أخي. وإحنا كنا عاملين قراءة في رمضان يا شيخ محمد، بنلم الخواتم الكبار وبنقرأ لهم نختم القرآن في رمضان، فقالوا بدعة، فهل هي حقيقة بدعة؟ ختم القرآن في رمضان بدعة؟ لا، احنا بنلم اخواتنا اللي هم الستات الكبار اللي ما بيقدروش. أيوة. ما يعرفوش يعني امي هي. كويس. كل يوم في رمضان الصبح بنقرأ جزئين للتعليم. لا، لختم القرآن للستات الكبار يا شيخ محمد. طيب حاضر. فهل دي بدعة؟ حاضر. ولا يعني خير، يعني احنا عاملينها بميزة ان هم الستات الكبار فاتحايلوا علينا وكده، وقالوا احنا ما بنعرفوش نقراه، فاحنا سمعنا ان هي بدعة. طيب حاضر يا اختي، ساجيبك. فانا معايا ياسمين، عاوزة اسلم على حضرتك. نعم. السلام عليكم. ازيك يا ابي؟ ازيك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي. بخير، ربنا يكرمك. انا عايزك تكلم عشان عايز اسمعك. ان شاء الله ربنا يسترك ويبارك فيك. تتصل على الشيخ اشرف وتسمع عليه في برنامج اقرا وارتقي او الشيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا. انا سعيده والله جدا ان كلمت حضرتك. اهلا وسهلا. والله فضيله الشيخ، انا عايزه حضرتك، يعني بما اننا بنتكلم عن الحب، عايزه رساله حضرتك توجهها للشباب والبنات اللي مفكرين كلمه الحب دي بتساوي العلاقه الحرام، وده الفكره اللي وطدتها فعلا يعني الافلام والمسلسلات بتاعتنا بشكل فعال جدا. الحب يعني علاقه حرام، حتى الجواز يقول لك ان دخل الجواز من الباب هرب الحب من الشباك. يعني حتى الجواز لا ما فيهوش حب، الحب يبقى في علاقه حرام بين فتى وفتاه. عايزه حضرتك باسلوبك الجميل وبتقواك الجميله دي توجه كلمه فعلا لكل فتى وفتاه يتقوا من الله، ان الحب ده لازم يبقى له هو قانون شرعي وميثاق شرعي ربنا عمله، هو اسمه الزواج فقط. حضرتك حضرتك دي رساله عايزه حضرتك توجهها. الرساله الثانيه بعد اذن حضرتك يا فضيله الشيخ، احنا الايام دي والله الواحد ما عارف يفكر ولا ياكل ولا يشرب ولا يعمل اي حاجه، ما يفكرش الا في غزه وما يحدث في غزه.
وما يحدث من تواطؤ للأسف وليس تخاذل من تواطؤ من الحكام العرب. كلمة بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ من عالم لا يخشى في الله لومة لائم لهؤلاء الحكام الذين يعني أضاعوا الأمة الإسلامية والذين يعني بفضلهم عايز أقول إيه يعني بجسعهم وبطمعهم وبجهلهم أضاعوا الأمة الإسلامية والآخر يلقون اللوم على حماس ويلقون اللوم على المجاهدين الفلسطينيين. كلمة يا فضيلة الشيخ لهؤلاء الحكام الذين يعني حاضر. ربنا يبارك فيك، ربنا يسترنا وإياك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. والله أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الذي أحتري فيه. بارك الله فيك وربنا يجزيك عنا وعن الأمة كل خير. آمين يا رب. آمين. الله يبارك لنا فيك يا عم الشيخ. امين. شكر الله والله لك. يعني بصراحه قلوبنا كلها بتنزف دموع على اللي بنشوفه في غزه يا فضيله الشيخ. والله ربنا يبارك فيك. والله يعني لو في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عهد الصحابه كانت الامه الاسلاميه هتسكت كده؟ المفروض كلنا نتحرك ونروح نغزو لارض فلسطين ونحرر حوض الاسلام دي. حرام اللي احنا بنشوفه يا عم الشيخ ده. الله يجزيك كل خير. انصح الأمة ولاة الأمور كلهم، انصحهم وقول لهم كلمة يعني كلمة يشهد لها التاريخ ويشهد لها الزمان. هنتحاسب كلنا قدام ربنا يوم القيامة. ربنا يبارك فيه. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم. أخوك في الله في جهة. أهلا وسهلا. هو حضرتك اللي فيها هي قضية الأمل في الله عز وجل. نعم. وإن ده صراع بين الحق والباطل. نعم. لن ينتهي الصراع حتى تقوم الساعة. ولابد أن تعلم الأمة هذا الصراع مستمر. نعم. ومتغير ومتلون بكل أسباب وكل وسائل. نعم. علينا أن احنا نصبر وان احنا ننقل هذه المشاهد الى ابناء اخواننا وجيراننا ونعرف الناس بهذه القضيه. نتحرك وسط المجتمع اللي بيحاول يشوه صوره الجهاد وبيحاول يلقي بالطلع على كل من يحملون السلاح في وجه الاعداء، وان الاخوه اللي بين المسلمين هي المحرك الاساسي لمقاومه هذا العدوان الغاشم. البعض يحاول أن يقول أن القضية الفلسطينية هي قضية أهل فلسطين وأن فلسطين هم الذين تسببوا في هذه المشكلة وهذه القضية. لا، إحنا عايزين نقول للناس أن زي ما حضرتك قلت في بداية البرنامج أن المؤمنون إخوة. نعم. فكلما ارتفع الإيمان كلما ارتفعت الأخوة، وكلما ارتفعت الأخوة كلما ارتفع الإيمان. نعم. وأن هذا الدين جاء من أجل توطيد الرابط بين المؤمنين والتوثيق بين جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها كما حضرتك قلت. فقضية الأمل والثقة في نصر الله عز وجل نريد أن تقوم بداخلها إلى المجتمع المسلم الذي يعيش الآن في ظلمات اليأس والخنوع الخط متقطع وكلام أخينا كلام جميل ومنضبط، جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. إن أنا أحبك في الله. حبك الذي أحتني فيه. أنا والله سعيد إني كلمت حضرتك وإن شاء الله تسألنا الدعاء إن شاء الله. الله يثبتنا إن ننصرها بخير إن شاء الله. الله يبارك فيكم. بعد إذن حضرتك طلبين. نعم. أنا بس كنت عايز أرقم تليفون حضرتك بعد ما تقفل بالحلقة على طول أكلمك إن في موضوع شخصي كنت عايز حضرتك. طيب على نفس نفس الرقم إن شاء الله وكلمني بعد الحلقة. الطلب الثاني قطع الخط. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. شلونك يا شيخ محمد؟ بخير حال الله يبارك فيك. شلون صحتك إن شاء الله؟ بخير الحمد لله. خلينا إياك. آمين يا رب. شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟ بخير أعزك الله. والله العظيم إني أحبك في الله. أحبك الذي أحبتني فيه.
شيخ محمد بدي أسألك سؤال. نعم. نحن في واحد أنا بشتغل في الغسالات. نعم. بشتري غسالات في التقسيط وبيجي لعندي بقول لي بدي أتبع لي إياه النقضي. وأنا ببع له إياه النقضي بيعطيني يعني مثل دليل هون على كل وحدة. ما هالشي في شيء حرام علي ولا لا؟ يعني أنت حضرتك بتشتري الغسالات بالتقسيط وتبيعها نقدا. ما هو أنا. نعم. ما هو أنا شيخ محمد واحد بشتريهن بيجي لعندي بقول لي بدك تبيع لي إياهن. أيوة خلاص طيب استوعبت سؤالك. وجاينا لأهلنا في غزة إن شاء الله. حاضر. عرفت يا شيخ محمد. حاضر. مع السلامة. السلام عليكم. سلامك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. قطع الخط. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك سويم كايرو. ألو. أي تفضل. ممكن أخش كلام شيخ محمد. مع حضرتك تفضل. مولانا أنا كنت عايز أسأل من حضرتك عن العمرة اللي هي من أهل ما الناس تروح يعني من مكة تعمل عمرة من التنعيم وترجع تاني. نعم. دي صحيحة ولا مش مقبولة أو إيه؟ حاضر. وفي مولانا كنت عايز أسأل حضرتك تاني عن دلوقتي الصفا والمروة عملوها 4 أدوار. نعم. ف يعني وسع والصفا والمروة كده كنا عايزين نعرف إذا كان يعني دي شرعي برضو ان هي وسعوه كده يعني بقى الصفا والمروه كانوا مكان الصفا بس او مكان المروه بس. معروف. حاضر. فبس كنا عايزين نسال حضرتك عن دول فين. طيب الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. الو. اي نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. والله بحبك الله. أحبك الذي أحتني فيه. أنا أخي ساكن في السعودية والله. نعم. والله العظيم حزنانين الصراحة على اللي بيحصل في غزة. نعم لا شك. والله العظيم أنا أصلا من صعيدي من المقصر يعني شغال في السعودية. نعم. والله العظيم يا عم الشيخ والله أقسم بالله الواحد ما عارف ينام ولا عارف يأكل ولا عارف يشرب. صراحة مش عارفين نعمل إيه يعني. ويعني عاوزين حركة يا شيخ محمد، عاوزين حركة من الدول أو القائد العرب. نعم. يعني يتحركوا كده ويعملوا أي حاجة كده لأخواننا المسلمين والأطفال. الصراحة نعم. يعني حاجة والله العظيم الواحد ما عارف ينام ولا عارف يشتغل ولا عارف يقعد هنا أبدا يعني الصراحة. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن ينصرنا وأنصر إخواننا وأن يقر عيننا بنصرة هذا الدين. طيب نستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذه الأسئلة سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم. أي نعم. السلام عليكم. قناة الرحمة. تفضل. السلام عليكم. نعم أسمعك تفضل. سمير من العراق. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل يا أخي تفضل. يمنى شيخ. شيخ يمنى هذا إمام عنده يعني يصير واحد يصلي وراء إمام إيه؟ يعني عنده إشراك بالله. عنده إشراك في بالله؟ لا أسمعك أخي والله. يعني أحلف بالله أن الأولياء. لا أسمعك. لو توضح السؤال الله يبارك فيك. إمام إيه؟ عنده إيه؟ طيب. يمنى شيخ كبير بالعمر. معذرة والله الخط يبدو أنه غير واضح ولم أسمع سؤالك بوضوح. طيب معذرة لأخينا. أعود بإيجاز شديد للإجابة على هذه الأسئلة ويعني تقريبا جل المداخلات ما هي إلا مشاعر لصدور مكلومة تعبر عن ألمها وحزنها لما يحدث لإخواننا الآن في أرض غزة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحنة منحة لهم بإذنه تعالى. وأنا يعني عندي أمل كبير في الله عز وجل أن السحر سينقلب على الساحر وأن اليهود أرادوا
شيئا وربنا إن شاء الله تبارك وتعالى يريد شيئا آخر. وبإذن الله لتعلمن نبأ هذا القول بعد حين بإذن الله تعالى. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأريد أن أطمئن الأمة وأن أبشر الأمة بأن الأقصى موجود الآن بفضل الله جل وعلا بين أيدي المسلمين، يصلي فيه إخواننا كل يوم 5 صلوات بفضل الله. هل تعلمون يا أحبابي أن الأقصى وضعت عليه الصلبان ومنعت فيه الصلاة 91 عاما؟ هل تعلمون هذا؟ هل تصدقون؟ منعت الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، منع المسلمون من دخوله تماما. والآن بفضل الله جل وعلا إخواننا يصلون حتى أمام هذا البطش اليهودي والظلم اليهودي. فأنا لا أرجو أبدا أن يتسلل اليأس أو القنوط إلى قلوب إخواننا وأخواتنا أبدا. وقد بذلت نصيحة صادقة خالصة لحكام المسلمين، بذلت نصيحة صادقة خالصة لحكام المسلمين قبل ذلك، بعيدا عن العنترية الجوفاء، وبعيدا أيضا عن الجبن، وإنما بوسطية واعتدال، وقلت بأن الوضع قد اختلف، وواجب عليهم، واجب عليهم أمام الله جل وعلا ثم أمام شعوبهم أن يتحركوا لنصرة هؤلاء المستضعفين. الموازين السياسية والحسابات السياسية لا ينبغي على الإطلاق أن تقدم على هذه الدماء وعلى هذه الأشلاء. وأنا أعي ما أقول وأفهم أن القرارات لها مطابخ معينة تؤخذ فيها، لكن الواقع مختلف، لأن الفضائيات تنقل الصورة الحقيقية لأهل الأرض. وإذا تزلزلت الأرض سيصيب الزلزال الجميع. وأخشى ما أخشاه أن تنفلت عواطف الناس، وحينئذ لن يسمع أحد لا للحكام ولا للعلماء. هذه نصيحة صادقة خالصة، لا ينبغي أبدا أن يتخلى قادة الأمة الآن عن واجبهم أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام شعوبهم. ولا يجوز التأخير، ولا يجوز التأخير. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وها نحن نرى الظلم يقع على هؤلاء المستضعفين، فلابد من نصرتهم بكل سبيل من سبل النصرة وبكل وسيلة من وسائل النصر. لا يجوز أبدا أن نغض الطرف عن هذا الذي يحدث، لا يجوز أن نغض الطرف عن هذا الذي يحدث تحت أي فهم وتحت أي معادلات. لا يجوز، لابد من وقف هذه المذبحة، لابد من وقف هذه المذبحة ابتداء، ثم بعد ذلك اجلسوا وتفاوضوا وتكلموا. أما الآن فلا بد من وقف هذه المذبحة. وأنا أعلم يقينا بفضل الله أنهم لو اجتمعت كلمتهم والتقت كلمتهم وبالهاتف فقط تكلموا كلاما واضحا حاسما قويا يرضي الله سبحانه وتعالى لتغيرت المعادلة، والله لتغيرت المعادلة. وهم يملكون أوراقا كثيرة، حتى إن كانوا لا يراهنون على الحرب فهم يملكون أوراق ضغط كثيرة جدا يمكن استخدامها لوقف هذه المذبحة والمجزرة
ولوقف هذه الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق والبيوت التي تهدم على مرأة مسمع من الجميع على روسيا عليها من الأطفال والنساء والشيوخ. فلا بد من تدخل واضح، والأمر ليس في أيدي الشعوب المساكين، وإلا لتحولت المنطقة كلها إلى فوضى. واجب على العلماء أن يقولوا هذا الآن لله. أنا لا أريد الإفراط في الطرح ولا التفريط، لأن هذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. لا نريد عنترية جوفاء، ولا نريد خيانة لله سبحانه وتعالى ولا للرسول ولا للمؤمنين، إنما نريد قولة حق وقولة صدق. يجب على حكام المسلمين الآن أن يقولوا قولتهم وأن يتحركوا بالجدية لوقف شلال الدماء، ثم بعد ذلك فليجلس الجميع لوضع حل لهذه المأساة. أما أن يضيع يوم بعد يوم وأن يظل اليهود يسفكون الدماء بهذه الصورة بدم بارد وبسكين بارد، والله الذي لا إله غيره لا يعلم أحد عقب هذه المأساة، والله لا يعلم أحد عقب هذه الفتنة. وأقول لو انفجر هذا البركان الذي تحترق به قلوب المسلمين الآن في كل مكان لن يستطيع أحد على وجه الأرض أن يوقفه، لا العلماء ولا الحكام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يرد الحكام والعلماء والمسلمين والأمة كلها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه كلمة أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، إنه على كل شيء قدير. لم يتسع الوقت أو لا يتسع الوقت للإجابة على بقية الأسئلة، لكن بإيجاز شديد نصيحة المنتقبات، أسأل الله أن يرزقهن الصدق وأن تكون الأخت المنتقبة نموذجا للأخت الملتزمة وقدوة طيبة، لأن الناس ينظرون إليها وإلى نقابها كما ينظر الناس إلى أصحاب اللحى وإلى لحاهم. والخطأ الصغير منا كبير، ومن الأخت المنتقبة كبير، فيجب عليها أن تتقي الله وأن تكون أسوة وقدوة، وألا تخالف بزيها بقولها وفعلها زيها الذي تلبسه وترتديه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين. هل من سوء الخاتمة أن تموت المسلمة وهي حائض؟ لا، ليس هذا من سوء الخاتمة، لأن حيضتها ليست بيدها. فإن كانت مسلمة صالحة تحافظ على الصلاة وتحافظ على فرائض الله جل وعلا، ثم قدر الله لها الوفاة وهي حائض، فليس هذا من علامات سوء الخاتمة، والله تعالى أعلم. هل جمع النساء لقراءة القرآن بدعة؟ يعني إن كانت الأخت كما فهمت من سؤالها أنها تجمع النساء الكبار في السن ليقرأن القرآن وليتعلمن القرآن، فلا أرى أن في ذلك بدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هذا من السنة، من السنة أن تجتمع الأخت مع مجموعة من الأخوات وأن تعلمهن قراءة القرآن. وقد فهمت من سؤالها أنها تجلس مع هؤلاء الكبار ممن لا يحسنون القراءة، فإذا جلست بنية أن تقرأ القرآن وأن تعلم أخواتنا وأمهاتنا القرآن الكريم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يكون التعلم إلا بالقراءة وإلا بالتدريس وإلا بالتدبر وبالشرح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم جميعا الاتباع. الأخت اللي سألت عن رسالة للشباب اللي فهم معنى الحب فهم غلط، أنا ذكرت ذلك في الحلقة الماضية بالتفصيل، وقلت يعني حب إذا مسته يد الخنا صار ضربا من العهر، وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلى يوما من لذة الطهر، وقد فصلت ذلك في أول الحلقة الماضية. طيب، الأخ بيتكلم عن ملء القلوب بالأمل، وقد ذكرت ذلك أيضا في حلقة الأحد الماضي في آخر محور من المحاور الأربعة التي تحدثت فيها عن الأمل، وذكرت بآيات من كتاب الله وبأحاديث صحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الجولة القادمة بإذن الله تعالى لدين محمد صلى الله عليه وسلم وللموحدين، بل ولهؤلاء المستضعفين. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. الأخ يقول بأنه بيذهب إليه أحد يطلب منه أن يشتري له غسالة مثلا، هذا الأخ معه فلوس، بيذهب إليه أحد يشتري منه يطلب منه شراء غسالة ثم يشتريها ويبيعه ويبيع الغسالة له بعد ذلك بالتقسيط.
والله إن اشترى هذا الأخ الكريم الغسالة وصارت الغسالة ملكا له، يجوز أن يبيعها لهذا الأخ أو لغيره نقدا أو تقسيطا بالسعر الذي يتفق عليه مع المشتري، بالسعر الذي يتفق عليه المشتري. أما أن يقول له اذهب أنت واشتري الثلاجة أو الغسالة ثم يقسطها أو يبيعها له مرة أخرى بالتقسيط، فهذه بيعتان في بيعة واحدة وهذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة. أما إن اشترى الغسالة وصارت الغسالة ملكا له، فله أن يبيع ما يملك نقدا أو تقسيطا بالسعر الذي يتفق عليه مع المشتري، السعر الآجل والعاجل في مجلس واحد، ولا إثم عليه ولا حرج. العمرة من التنعيم فيها كلام كبير جدا بعد أداء العمرة من الميقات، يعني من أدى العمرة من الميقات إن كان من أهل مصر مثلا وأدى العمرة من الميقات فأحرم من الميقات وأدى العمرة، فهل له بعد ذلك أن يأتي بعمرة أخرى من التنعيم أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل جدا بين أهل العلم، فمنهم من قال بعدم الجواز، ومنهم من قال بالجواز محتجا بذلك على ذلك بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونسي أن عائشة رضي الله عنها قد جاءت أصلا محرمة من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة الذي تعرف الآن بأبيار علي، نسي أن عائشة جاءت محرمة رضي الله عنها. المهم أن المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فمنهم من يرى الجواز ومنهم من لا يرى الجواز، ومنهم من يرى أنه لو أراد أن يأتي بعمرة أخرى تامة فلينشئ لها سفرا آخر وليرجع إلى ميقاته ليأتي بعمرة جديدة من الميقات، وعلى أي حال لو أكثر من الطواف فهو أولى، ولو ذهب أحد وأتى بعمرة أخرى من التنعيم فلا أنكر عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الصفا والمروة، نعم هذه التوسعة صحيحة وبفضل الله هي في مكان المسعى القديم، ولا إثم عليك ولا حرج، وقد بينت ذلك قبل ذلك بالتفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام ويعز الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.